رسميا الاتحاد الجزائري انخرط في الاتحاد الدولي في انتظار يعني نقدر نقول انه يعني المنافسه الاولى راح تكون ان شاء الله الفريق الوطني الاواسط راح ينتقل ان شاء الله للبطوله العالميه في كولورادو، يعني تعتبر هذه اول منافسه، وراح يكون كما يقولوا الكونغري ولا العالمي بالنسبه لهاد الهيئه المؤتمر الدولي للهيئه الجديده، راح تكون ان شاء الله مروزنامه منافسات اللي راح تسمح للملاكمين في كل الاطوار يعني الاكابر والاواسط والاشبال ان يشاركوا في بطولات عالميه وكذلك دورات عالميه اللي تسمح لهم باش من 2028 ان شاء الله بالنسبه للاكابر يكونوا حاضرين باش يكونوا يشاركوا في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله.